وهذا ما بالنسبة للسائل الآخر الذي يسأل عن حكم التدخين ويسأل عن الصلاة وراء الإمام المدخن، فجوابه والله تعالى لا وأعلم بأن التدخين حرام. والتدخين هذا قديما اختلف فيه الفقهاء، وبين محرم له وبين غير محرم، ولكن هذا الخلف خلاف رفع اليوم بين الفقهاء في هذا العصر، وذلك نظرا لما اطلع عليه من الأضرار التي يؤديها التدخين. فلما اطلع العلماء على الأضرار التي يؤديها التدخين في هذا العصر ارتفع الخلاف الذي كان بينهم قديما، وأصبح التدخين اليوم محرما عند كل العلماء وعند كل أهل العلم. وأما بالنسبة للصلاة وراء الإمام المدخن فالأفضل للإنسان أن يصلي وراء إمام لا يدخن، لكنه على كل حال إن صلى وراء ذلك الإمام المدخن فالفقهاء قسموا الفسق في الصلاة إلى قسمين، أو فسق الإمام إلى قسمين، فهناك فسق تبطل الصلاة به وهناك فسق لا تبطل الصلاة به. فالفسق الذي يبطل الصلاة على المأمومين الذين اقتدوا بذلك الإمام هو فسق الإمام الذي يتعلق بالصلاة، وذلك كالطهارة وأحكام الصلاة، كما إذا كان الإمام لا يتطهر أو لا يتقن الطهارة أو لا يتقن الركوع أو السجود أو غير ذلك من أحكام الصلاة، فهذا الاقتداء به الصلاة به باطلة إذا اقتدى به الإنسان. وأما إن كان الفسق خارجا عن ذلك فالمشهور أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة. وأما بالنسبة للسائل الآخر الذي يسأل عن طلاق الحامل وهل يجوز، وعن جواز ارتجاعها قبل انتهاء العدة بيوم، فجوابه هو أن الطلاق قسمه الفقهاء إلى قسمين، إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني معناه الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، وليس المراد أنه سنة، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والطلاق السني هذا هو الذي توفرت فيه الشروط المعروفة التي يشير لها خليل في المختصر بقوله: فصل طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي. طلقة واحدة يشير لها خليل في المختصر بقوله: فصل طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي. طلقة واحدة تعود في طهر وعود لم يمسها فيه وعود بلا عدة، وإلا بأن اختل شرط من هذا فإنه في هذه الحالة يكون طلاقا بدعيا، إلى أن يقول وكره في غير الحيض ووقع وأجبر على الرجعة، وفي منعه في العدة في منعه في الحيض لتطويل العدة، أي أن الفقهاء اختلفوا في منعه في الحيض، فقيل هو لتطويل العدة مخافة تطويل العدة، وذلك لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف. وأما بالنسبة لجواز الارتجاع قبل انقضاء العدة فإنه يجوز ولو كان قبل انقضائها بشيء قليل ولو لم يكن يوما. أما بالنسبة للسائلة التي تسأل هل لها أن تختار من يزوجها من عصبتها، فإنه نقول لها بأنه لا يجوز لها ذلك، وذلك لأن الفقهاء قسموا الولي في النكاح إلى قسمين، إلى ولي مجبر وولي غير مجبر، والولي المجبر هو الأب والوصي والمالك، وأما الولي غير المجبر فهو غير ذلك، وهو الذي أشار له خليل في المختصر بقوله: وقدم ابن فابنه، فأب فأخ فابنه، فشد فعم فابنه، وقدم الشقيق على الأصح والمختار فمولا، ثم هل الأسفل، وبه فسرت أولا وصحها فكافل. معناه أنه على كل حال أنه لا يجوز للمرأة أن تنتقل إلى ولي أبعد مع وجود ولي أقرب، وإذا هي فعلت ذلك فإن النكاح يفسخ إذا كانت شريفة، وكان ذلك قبل الطول، أي قبل مضي 3 سنوات وقبل أن تلد ولدين غير توأمين. وإلى ذلك يشير خليل في المختصر بقوله:
فحق فولاية عامة المسلمين، وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة إن دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تحتمه إن طال قبله تاويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجوز كأحد المعتقين. أما بالنسبة للسؤال الآخر، فهذا السائل الذي يسأل عن من تقع مسؤولية المسجد، هل هي على الإمام أم الجماعة أم الدولة؟ فمسؤولية المسجد تقع أولا على الدولة، تقع على السلطان ثم على نائبه، ثم بعد ذلك تقع مسؤولية المسجد على جماعة المسلمين. وأما بالنسبة لهذا السائل الآخر الذي يسأل عن الوالد الذي لا يصرف على ابنته، هل يجوز لأمها أن تزوجها دون إذنه؟ الجواب أنه لا يجوز لها أن تزوجها دون إذنه في هذه الحالة ولو كان لا يصرف عليها. أما بالنسبة لهذا السؤال، وهو الذي أخو الذي يسأل عن عملية السمسرة، هل تجوز ممارستها وهل له أن يأخذ من الطرفين فيه؟ فنقول بأن ممارستها جائزة، لكن ليس له أن يأخذها إلا من واحد منهم، ليس له أن يأخذها منهم بين الطرفين معا.